أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: رجل متزوج ثم طلق ولم يتزوج، ثم وقع على امرأة لم تحل له في هذه الحالة. رجل متزوج ثم طلق ولم يتزوج، ثم وقع على امرأة لا تحل له في هذه الحالة، هل يقام عليه حد الرجم؟ نعم، ما دام أنه وطئ في نكاح صحيح ولو في أول عمره، ولو في أول عمره وزنى في آخر عمره يرجم، لأنه سبق أنه وطئ في نكاح صحيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.